بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. مصنف رحمه الله تعالى وحوهلك أنه بشيك حديثك لحي لباتنات، الحديث 26 حديثك لحي لباتنات، مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أي اللقوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسولك الله عليه الصلاة والسلام أي وحو يري: كل سلامة حبن كست كلي ومن الناس تتك كمده عليه حبن كاس دشي سوحاء صدقة صدقة أي دشي سعى كل يوم مالين كست كلي حبن كست أو حبنها بني آدم ككمده صدقة أي لقربا ودشي سعى مالين كاسو تطلع فيه الشمس كل يوم مالين كست أو تطلع فيه أي صوب حضو الشمس قرحة أي صوب حضو يعني أنتو نولي هايوي مالين كست أي قرح أصوب حضو وحال قربا قفك إنسان كأه إن أو ماركتي حبن كست أو حبنه سكمده إنو صدقة كبحيه مركاسو النبي صدق هذه الشيء عليه الصلاة والسلام وحير تعدل بين الاثنين يعني مركاد كلا سارد أت كلا سارتو تعدل بمعنى تفصل وتحكم كلا حكم دا أت كلا حكمتو هي كلا سارد أت كلا سارتو بين الاثنين اللي بقفوت أو إيش ستاهي صدقة صدقة ويا مركا عدلك بين الاثنين صدقة عدالة أبو سمي سي حكمك بين الاثنين وحوي الأوقف وضعت كلا سارته وصدقه وتعين الرجل على دابته إي وتعين الرجل منك بدك الميني على دابته دابذي سي أو ربعين وفوله أيات فتحمله عليها دابذي قفك أقاذسا فتحمله قفك بقاذسا عليها دابذي كرك دبات ساري أو أمس ترفع له مركو دابذ يستفي فوله قارق يسي يفرس كيسي وحو راعي لها ما ترفع له أكر يلي سار عليها دابذي بدو حدو أكر يلي متاعه ألابتي سي أينا أرن كاسنا وصدقة ويا يعني وحوية إعانتك الرجل في دابته صدقة كالما دار أبوك الميس قفك دابذي سيؤد السبق قادة دل سارتا أما ألابتس أدو سارتا وصدقة ويا والكلمة الطيبة كلمة دي ولك سنيدنا صدقة صدقة ويا وبكل خطوة تلاب كست كل جيد أو تمشيها إلى الصلاة صلاة أدوس وصعته صدقة صدقة ويا صلاة قولي أنا تكسوا بحدا مسألة كسوا أدي تلاب كستو تلاب ستنا صدقة وإلهي سبحانه وتعالى تقدر لك إياه ويا وتميت الأذى وريجنت أد وريجن يسو يعني نبكي أد وريجسو عن الطريق ودرأ أد كوريجسنا صدقة صدقة ويا بمعنى إمادتك الأذى عن الطريق لما تذا أد وضل كوريجسو حي مسلم كذبي أي نوى صدقة ويا. رواه البخاري ومسلم حديث كان بخاري ومسلم أي صحيحان كودا كسو صاري ويا حديث كان سيد بخاري ومسلم أي أسو صارين ابن حبان
في صحيح بكسو صاري وصحيح سقنا ويا نبي قحو الشيقي عليه الصلاة والسلام بني آدم كا حبنه إيسا حبن كستو كمده مال كستو قرح ذا أسوى بحضاه إن صدق قفك لقدوني حبن كستو إنو صدقاء يا دشي ذا وإنو بحي لقربا بني آدم كمالك من الضحب نوت بوليه سنو نبي قلنا الشيقي عليه الصلاة والسلام علم الحديثنا أي سجان يعني مارة الطب جئي الخاطرتنا أي سجان في عصرنا الحاضر واختيادنا أن دمنا أي قرين نبينا هرية وشيقي من أعلام نبوته نكمد نبي نمذي سوحي تسيه كمده بني آدم كوحو ليه هاي صدح بقول إي لحذا حبنات مفصل عيالي لهذا إي إسقوسياء أي جلكي سكويان صدح بقول إي لحذا كاس مفصل أما حبين كست كل جيد صدقاء يا الله جربها محيي حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنا يه حديث عائشة رضي الله عنها وحيلاذه النبي عليه الصلاة والسلام بوحيري خلق ابن آدم على 630 مفصل بني آدم كان لأبوري ولا أبوري وحاله أبوري صدح بقول يلحن حبنات أسوي جركيس ويا مفاسيش يسا يعني وحي الله كلا جوجو أن مفصل وحال ده يعني ما أرد هل كارو كرو مفصل إزجوس يذا حصل كوي ما أرد هل كا فرطة وحصل لنا مفاصيل ليه ده وحبني بالوجه ده مركز النبي عليه الصلاة والسلام فمن ذكر الله قفك الله حصل سبحانه وتعالى وحمد الله إلهي كم هذيه وهلل الله الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله بذيه وتهليش لي ماده وصبح الله الله كتسبيح صده وعزل حجرا عن طريق المسلمين مسلمين توددوا ذا نجح كل حياه أو عزل شوكة أما قضح ودد كوريجياه أو عزل عظما أما اللف كوريجي اللف ماشي تالي ذاتك نبي لهيد بريق كوريجيا أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أما سه يعني وناك ذات كفره ومنكر كان كريبا عدد تلك 630 سلامة لحية سندح ذا بقولي لحلا كاس عبنود عدده ذا أوكلا وناقص أو سمايه وحليه أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار ما لنتي سعوك قلب إستا قفك إنتا سمايه يسقو نفتي سعرابك إلهي كفقيي وكبيريه ويان انتبه سيدك لتحديث إمام أحمد يا أبو داود أي ورنا ين حديث بريدة وحو نبي عليه الصلاة والسلام يعني وحو لي في الإنسان 360 مفصلة بني آدم كان صدح بقولي اللحذا حبنود أي إلهي أكو أبوري فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه وحدشي ساء إن أو الله قربه إنه كصدق يستو حبين كست كل قد إنه كصدق يستو بصدقة صدقة إنه كصدق يستو ويا مركو سيدا يري بصحابة ويديان إلى ذين فقالوا يا نبي الله ومن يطيق ذلك ويا أوذي كره قفك أوذي كره واكي صدح بقولي اللحذن حبنات إنه حبين والبهرت يضحوا صدق يستو يو يا قفك أوذي كره مركاس النبي عليه الصلاة والسلام النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق وحويان مساجدك وصفك أركتك لمساجدك النبي وقتك سوحوها عيد بوها درمئي قبلي منا مؤول مركا قفك حد عكرتين وعبوف كتفه يعني ما ارتحاكه كتفه وحكم إذا بيروح آده ليسو وأجري أدكي ليسو صدقه ذائي عبوف تأتفت إنا أستؤد دكتو أما ودنا سوح نبي أنه أعدتك كوريج سويان مركز نبي عليه الصلاة والسلام يعني وحوي لمركز حدوس قفك أنت سعوسا هلين فإن لم يجد حدوسا سمين كرين عروفه آسئي وسخو نورك قاضي نب ومدعو كوريج حدوسا هلين كرين وحولي فركعة الضحاء تجزيك يعني وحوي لمرك صلاة الضحاء تكتب بأنت صوبك كافنيس
لبر رقعه وصلاة الضحى آت تكتر لأن حبناها هذه يوم بتكشف رنيسة بركة صلاة تكريسه قلبي وحبات كآخر نيسة أو حبات كاعتقادي عرق وحبات كآخر نيسة حبني جين وبتكشف قينيسة كل ويان مركا صلاة الضحى لبر رقعه آت تكتاهي ويكابذي ويان هل كان مركا حديث كان حرم وش يجي صدق هذا وحال إني سوح جونية أهيني وح فربضان إني تهي ومرك إلهي درتي سوح والبور جيده وألا درتي أضو سمانيس نبي وحن وش يجي تعدل بين اثنين بين الاثنين صدقة لما قف وضع سيستاد أتمت أدي حاكم كادكتين نيش يسيب يكون لهين لما دي قفات كلا سارتي محاوحكو كلا ساري سار لما شيء بحبالو كلا سارة إما إنا صلح الوو كلا سارو وهيشيس قد كلا هيشيسيو وإما إنا حكم أردو لبدا سالوو كلا سارا يعني صلح الوو دوكتهين إنت صلح اللي هلي كرو صلح الوو أيا في عن أندتك وحلو قد ما أيو يعني تاسا وناكسن إنت صلح اللي هلي كرو لكن وقورما ومركي قفك صاحب الحق وسوكو عدين وحقي إني قفك مظلوم كأه أي سوكو عدين أرنتي سويا لأن صلح وحال إلى هذا وصلح سيد الأحكام صلح وحوه هيبا أحكام توحل إلى حكم كذلك الوكالة صاره سيد كوذبا وحكم كويا أسقى سيد الأحكام هو إن أمد وحل وكالة صاره أي وحيبة تاي يعني أحكام تكذ سيد كأويا لكن مركي أو حق عديهي أو قفنا الظالمية قفنا مظلومية قفك حق لها هذا أجهد حكمي كره وأرنكر قف كان حق يسسي إن صلح ألا حتى الله أقرأ وإذا نشيسين أنا ترى هذا معه وإن ترى هذا حقا بحي والغولية نيب إن ترى هذا ويا صاحب الحق إن أحكمته أي الله قهر باوي ولذلك قضاة وادرتي أنت بلندات كمان تجوغو مسلمين تأه ساسي أبذين أي هذا قفك صاحب الحق أها أو حق يسي أو ليه أجيدان أما كان أو دا يعني مدعي قهان نغضل أو وحشيغانيو أما كان مدعى عليه أو وحلقو الشيغانيو هل نقضيه أيما أجهدو بهذا نوحي آذيا صلح بأقرينه إليه لما أقول مرها دي مسألة دي قفك حق لصاحب الحق أقوم وقضه وحال ربائنا حقا سرده وآذن صلح الله آذين بالغار رباوية مركا حديثك لو حجر صحيحين كقصه حديث أبو موسى وحديثك الله معناه نبي حويري على كل مسلم صدقة قف كستو مسلمة دشيس الصدقة سارا مركز الليري فإن لم يجد هدوس هنكر محسن ميننا رسولك إلهي نبي حويري فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق هدوس هنكر عافي مادنا أوقبه وشقي سنيا مركو قعنتي سكو شقي استو ونفتي سأو أنفعه مركز هذا ردتك واحترايا إنو احترى الرباب مركز الصحابة ويدينو يرادن فإن لم يستطع أو لم يفعل حدوسا بشقال أودي كريم أو سنشقيسا كريم أما به أو سنسمين محو سمين يا رسولك إلهي تنوك الحديث كي هذا يعني حديث كان أنكسو مرنوك له أي نبي نوش يقول حيري يعين ذا الحاجة الملهوف وحوك المين يا قفك باهذا يا أرنت حاجة لباتضع إيهيسو أدو لباتيسا أي أوك المين يا سؤال كلا ويديان وحيدا حدوسا فإن لم يفعل حدوسا سمينينا تاخدو سمين واينا أو قف باهنا أو قف نباتيسان ونبكي وكاق هذا ووذي واي محو سمينا يا فكاسو النبي قيل عليه الصلاة والسلام فيأمر بالخير يعني معروفك وفريا معروفك خيرك أيو فريا ونا يقودتك فريا حدوسا أوذي كرن كورا بيدي هدنا فإن لم يفعل حدوسا سمينين أو وح معروف وفرب أوى يوسعمه وصدفك أمرين محال يرى صدقين اللي قدوني نبي حيري فليمسك عن الشر فإنه له صدقة يعني وحو كأفي سنة شرط الدكة وما الدخل لبن شرط هذا الدكة كعش كافي صدقوي هم عرب كذا هم نقضى هم قعمت هذا هم نقضى هنا الدكة شرط هذا كبد بادان وصدقوي صدقوي وحكى النبي وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة معناها وحوي قف كان أما تورملها يعني يران درتي أما الضعف درتي أما الدغنمة درتي
مودابذي لفولي واي أذي أود بعد لا نهي مركاسة فرسكي سدور ساري سقاري بدور ساري سوحي أفولي لها هذا أسي أنت حبارتات كر ساري أما سي أسي أبا فولي ما دابذي سيبو فولي مركو دابذي فولي لكن أرابا روكي كتالو مسو دقن كرو مقادي كرو مركاسة ألابتي سي أنت قادبا أكوري ليسا هذا ما هذا ساري أسي أبا فولي دابذي سي لكن ألابتي بعد قادي انتبه وصدقه وياه يعني وصدقه أيها الرسول كنت المام عليه الصلاة والسلام وحصدق هذا كم إذا والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة كلمة دو ناكسن أي نوع صدقه كلمة دو ناكسن لا بشيء بوين نغتها في حق الله وفي حق الناس الله حق يسا كلمة طيبة وحوى إنا ذكر إلهي تصبيح لي قراءة القرآن كي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير كأكش قيسد ولد ذكر إلهي آت هيسه أيضا وصدقوه حي الله وحليه إلهي يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلهي وحا أكره وفوق سبع سماوات وآذه الكلم الطيب كلمة هذا هو ناكسر أتكوه هذا ذكر إلهي وناقع واتي حق اللوية حق بني آدم كان كلمة طيب وحوي وحسن الخلق طبعت في عنا ذلك كلا دقنته طبع في عنا وناكسن إن ذلك كلا دقنته أي أنا وحي كم انتهي يعني صدق كوتها مركا ذلك كان دقن في عن وجب شاش إنما لا أكو قابشو كلمة خير الأفكار اللي قام غلايو شرط هذا أكاهي ستو أي أنا لفتي ذي بصدقاء هو يا وصدقه وحكى النبي يقدر صدق ذي وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق تلا ركستو أدوسو قادة مساجد كنا وصدقه قول يا ذا أمهفق هذا أم حد يراد قول يا ذا أمهفق هذا أم حد يراد تلابا أسقاط قادو هل تلابنا درجات بلوغو كريلي تلابا اللبادة نقطة لبادة قادنا يعني خطيئة إيه مارت القفف با إلهي كاقترا سبحانه وتعالى قففا لقاقترا مركوا النعمة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة وصدقة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قفك قريس أن تكسو ويسقاته قريس كسو ويسيسانيه صو صعده أو قريس كسو بحه لا يخرجه إلا صلاة صلاة موية وحكا لصو بحين آيان أي سنجر وحوليه لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة طلاب كر ومقاضه أو ما طلاب صده إلا حدو طلاب صده إلهي درجوين بوقف كاس أكريالا ذنوب بذن إلهي وكتر ترى ونعمه وينه مساج كان أما هذا هذا أما هذا يرادو هكود هذا أما هكاد يرادو قري هذا مساجد كان هذا يطلب هذا صور لبو حسابين مركا ولا ذي قارة وحي يكسر قوليان مر هذي اللي يروي بكل خطوة يخطوها إلى صلاة يعني مركا قتلوا إلا رفع الله إلا رفع الله له بها درجة يا وحي سمعين أياني إلهين طلاب ذي بقابينها يا مركاس ويديرينها ستلاب بدل أو طلاب صلاة آية الأسوة سعونا مركا تأصل ملها إنا سيدا أسوء عجل توسعه وح قولي أجل قولي لا إنا طلاب أسكد الدويس هكو بدتو ليه بوقت حديث كاسو أركي مركاسو آية رسعو سعونا يا نبادي بمسكد ويني لمرة وحفر كسو أروري من المجل طلاب ذي أطلاب سنجلتي إنا طلاب ستبال ربا ندعو قد بيساه وحوي ونبي ناشيبي وتميت الأذى عن الطريق صدقة وسخرة تتك واحد لبي إن وضد أتكور يجسو وحوي وصدقه ويا إمادتك الأذى وإزالتك عن يعني الأذى عن طريق الناس تتك وضد أي مران وحال ربا وحنو رأي لك إلالي هذا وضرتين قشك يا لوس ودادنا يا سحر يا رب دادنا يا جدك يا أمر كرم بلا عدي باسك دادنا يسو وأوجد أحد لبكو مده يسو ولو حافظ أنا سنين دقلنا يا رب جدا رفات كنا يسو وحويان لمر ربا وحال ربا وضد قضح يرنا الله أقلالين ووضد أي مريان لا يرينا ما رتئت كل حسه حديث هذا أن ترينا إنه وضد جدا ونبي قلنا الشيء عليه الصلاة والسلام وضد أسينا وحصودا يعني لفها يوحونودا أتكور جسبا الربا نجح واتك قاضي نلظ واتك قاضي وصخ واتك قاضي أجرت كي ليس مركا وحويان أنت سو إذن بنوض صدقاء قفك خير ربا ما روك يعني مو أيوه
خير هدار مال المسكين ذات سيء خيرك هذه نية صالحة ألتنا دؤد عشر سنة يسوك إلهي سبحانه وتعالى وأكاثوا بنيا أجر يدن واتهلي ويا حديث كاس بحاوري إمام البخاري يا إمام مسلم أي صحيحين كوذك أسوى صاري ويا الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكريت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابسة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر مضمأنة إليه النفس واضمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن لم حديث أيوم سنك باشان أسكو داري الله في أسكو معناه هويا حديث كوباد إمام مسلم وفي صحيح كسو ساري كدنبان إمام أحمد إمام الدارمي أي الله بضع سسو ساري ومسند كودي مسانيد ودي بكسو ساري الحديث 27 حديث كي التضبية لباتني التضبات مروي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه صحابي قاس النواس بن سمعان إلى هذا أي الله قولي إله كرر ذنبه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنه نأسينا كوري صلوات الله وسلامه عليه قال إنه نبي ويري البر سمفلك يوناق يخيرك وحسن الخلق طبعا عدوان أكسنوية بر واحد ليلة باوحو يا حسن الخلق طبعا عدت يدوان أكسنوية والإثم الذنب هنا ما حك في نفسك وحنفت هذا قلت كل الله بتشك قليويا وكرهت أذن عضو أن يطلع إنه أركعه طالع عليه شيء قاس إثم قائه الناس دفك أي أركان إن دفك هو أركان شيء أذن عبته وياه رواه مسلم إمام مسلم أي في صحيح يعديك قصه صاري وعن وابسة بن معبد صحابي يا كرانا السجن وحو مارك اللي قولي قال إنه يري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مؤمن فقال مركز وحوه الرسول مركز نؤمد با نبي قويدي وحوه رجيت واتم النواسو تسأل عن البر والإثم يعني استفهام ما يشكبه أنا أجئت أبي ويروك لو أجئت واتم الدنيا تسأل عن البر والإثم أبو ويدين أيو برق أو خيرك إسم فلك إيو إثمك إيو دنبك أبو حقي سحك ويدين أيو باتم الدنيا أبو وسؤال ويا مركز يعني حرف استفهامك يا الله ذبه يوري أجئت أذو يروك للميت قلت مركز وحان يروه نعم رسولك الله وحان رؤي مدبا أذيك وقعمي إن أن وحسم فلي يراهده إيا واحد دنب اللي يراهده إن أن أرك إن أن أغاده قال مركز النبي حكيري استفت قلبك قلبك هذا سؤال ويدي جواب ويدي استفت جواب ويدي قلبك عليك قلبك هذا ويدي محو يهي له بر وامحي إثم سوامح قلبك هذا ويديه مركز سيفة سيرو نبي مركو انت ايري ايو حضلك سكر سيفة سيرو وش يقويري البر وناجي اسم فلك وحوي مطمئنت اليه النفس ما شيوي اطمئنت اليه شيء قبل ايكو حسشو النفس نفت ايكو حسشو وحقل نفت هذا كدك توي واطمئن اليه او كحسلو القلب قلبك او كحسلو كاسل الى هذا بر إسم فلس مرتي ووحن افتاد يكود قنتهي قلبي قابل وكوحس اللونيهي كأي بر لي هذا والإثم الدنبي ونوامحي ما حك في النفس وحن نفت هذا شكي قليو كل الله أبطوية وتردد في الصدر حمد كان كل نغر نغضه تردد يشكك وأبو رويا وإن أفتاك الناس دفك حبكوف جوابين أو هكوفة وذين وأفتوك هكو جوابين وهكو مارتفة وذين بركاسا ليره ذوي معنى هكوفة وذين وامحي هكو يرهدين هذا ليس بإثم كان الدنب معها هكو بها هذين رباني مربح دي قلبي قاقا وكده قوائي ونفط أي شكال كادشو شك شيئا وكقلاه والدنب يأذو مفتقي هكو يرهدين دفك قار هكو يرهدين دنب معها هكو بها هذين رباني
حديث كاسنا قال الشيخ رحمه الله وحويره إله شيخ الله نحرسته حديث حسن ويان رويناه حديث كان واو ورينين في مسندي الإمامين لبدي إمام لبدي ذي مسند أوكرأها أحمد وإمام أحمد بن حنبل إمام الدارمي أيا لبداس أيا وريي بإسناد حسن سند أمار تورا سن حسن إلى هذا درجة الصحيح على قارن لكن حسن أهو يعني يحتج به لحجي سنه أي كسو صارين ويان حديث كان هوري والنواس بن سمعان إمام مسلم نوصو صاري إمام أحمد الدائي الترمذي الدارمي نوصو صارين ابن حبان نوات الصحيحين حديث كوابسة بن معبد حديث كاس دنبنة إمام أحمد الدارمي يا أبو يعلى الموصلي يا طبراني في الكبير أي ماذا سؤلنا صوت صارين ويان نريد حكا قهرني البر والإثم محا بر اللي يرهدا محا إثم اللي يرهدا سما فل وامح يواناب يخيرك ذنبي من وامح إثم محا اللي يرهدا وذنبي إياه أي نبي النبري عليه الصلاة والسلام بر حق اللي قدر حلو يرهدا وكل كلمة تدل على كثرة الخير اللي يرهدا كلمة كستأو كتسين إيسو خير فربضان خير آدو بدن وحي كتسودن بر بالي يرهدا لما معنى بوالوشيغا مركب بريغا إن لو جيدو يعني لو قمك عابو انت بذنو حالوشيغا الإحسان إلى الخلق عموما تدك إن وناك لو سمي عامهان بني خلقي إلهي إن هاد إحساني وناك أسميسي حكا لو إطلاقي كرانا سنب بذننا وحالو قولي يلا يعني الإحسان إلى الوالدين لبدي عليك كل شيء بر الوالدين والإلهة ولو خصصار لماذا الوالد وناك لو سمي إحسان لو سمي لو بارنما لو سمي ينا ولو قمك عابا مركا علماء سيد الشيخ بأوليه وحوى كتبه كألف جرين عبد الله بن مبارك كتاب لنو قمك عابا كتاب البر والصلة أي قمك عابا ياجره كتاب البر والصلة أي بحيه وكذلك إمام البخاري إمام الترمذي صحيح صحيح إيسا الجامع الصحيح وبخاري ليه يسون الترمذي لبذا بوحا كجره كتاب كان البر والصلة اللي يرهضه كتباءه أيها جرؤ ليهين وكتبته ذو كل حشيقين مركا برق مركا وحال الراعية مرمر التقوى للراعية سيد إلهي بليه وتعاونوا على البر والتقوى مركي وتعاونوا على البر اللي يرهضه والتقوى للراعية تقوى اللي قدراه البر معنيه سوحويه ومعاملة الخلق بالإحسان بالإحسان إليه تدك أول لو وناك سمايه أي اللي يرهده تقوى نوامحي ومعاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته تقوى حال يرهده وحويه الله وحقها رب العزة وطاع عديسي للي ماده لقول معامل هذا وحكو أمر للي ماده وحق محرقه حرمينا لقفه قادم على إله على كل حال البر مركو لم يفسره وحويري البر حسن الخلق حدابك بر ربطه ويعني حسن الخلق وين حسن الخلقنا مع الله ومع عباده لبضل إله سبحانه وتعالى إن أدمارتي ذكر جسي خيرتي وناجي أدمارتي طاعدس التي ماذا وحسن الخلق هو أدوماذا إن أدوناك أسمى سنة وحسن الخلق لبدا بوكل من يوم والإثم دم بقنا ما حاك في النفس يعني وحال إلى هذا ما حاك في نفسك إثمنا وضد البر برق عكسك يسويا وبرق عكسك يسوي مركب ما حاك في نفسك يعني وحوي وحك قلق الجليه ما ترددت وصيرت منه في قلقنا لله وحاد كشك سو قلبك كشك جليه وأذينا قلق كبر ذاهي أي اللي ذاهذا سيدا مثلا معاصدوك زندي قتلي سرقدي شرب الخمر وحي لمدها كواس وحاسي وحي لمدها أي اللي ذاهذا مكاس ولبا نبي كدرو يري ولبا مكو قلبك كشك جلو أو كمارة كل النقضاء كشك جليه كواس واسيه وقلق جليه وكريت أن يطلع عليه الناس تتكنا إنك وقعوا غاذان وحان
هاد نعبته وذن جعله يعني وحكو قرصون إنه يهي إثمي كاسا لينا هذا الشيء كان هاد كلاحي شواني صدتكو إنه كو أركان وحو إنه ذنبي هاي أقو كفقو مركا كده روي سجدتو تتك مركا سداس لليه هاي والإثم ما حاك في نفسك وكريت أن يطلع عليه الناس وحوي وادتك قلبي قوض أصافي قيهي أهل إيمانك مروا أذي شرفت له وادتك أول أما قفك فاجرك أي ما كان جعله فاجرك معاصي أبو حول مارت لقرحن سوما جيد معاصي ذي بقى لقرحن خمر ذي بقى لقرحن كي توقع توقني مديسي لقرحن كي مارتي يعني مارتي وادرتين أفلا مارت بها الله فيديو يدي تي في يدي دتك تاكتاقن وارتك صبحو قبل هي يقاون فكرتي كني كن يسوال قرحان يا سما ماشي قفكو روح على الله حش الله انت السوق او سبي تياتر هرتي سي كني كن يسايو يعني ما يدو قاون اضيق ان الاضيق اللي بود بود ايو اسوي شرف واركا يلفتي ذا وحاسو اضل سمين ايو يعني وحو ايان وما اركو لانه فجور كوا فاجر نبدا قفكو او سمين ايو حمان وما اركا يوي دتك مركا لقاها هذا وقفك الروح اي كجرت الروح الايمان قفك كجرتاه وحس هو قرصرة إن وحن دربي وقرن ياوي رواه مسلم الحديث اسمه مسلم باوري رواه إذا مرك وعن وابسة بن معبد صحابي قاس يا أسلم حولي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مؤمن مرك النبي قلنا عليه الصلاة والسلام يعني إلهي باتو سي دربذي بحقوية من إنه النبي قويديه رواية قارو حوى النبي صدح لي سفرات بقلبي يقول سأقول تبتبير مرك أسويري وحاضو التميد واكو أقال إنا تخير كبرق إي ويدين إيسو أيادو التميد وكاسير نعم سمفلك إي دنبقا إنا دويدين سبب التميد وي جئت أجئت ما تميد وابسو تسأل أذو ويدين عن البر والإثم سمفلك إي دنبقا أذو حكا ويدين أيو ميا تميد بوليها ساسا التميد سوما قلت نعم هابا إري رسولك لو أولي استفتي قلبك قال استفتي قلبك قلبك أذو ويدين مركا استفتي قلبك هاد قفك للي هي وصحابي وخير دون أي نبي قل خطابي أو كو حريص كو شريعة الإسلام كإنو كو نغمو كسل ويديني أي كل واحد لما ده استفتي قلبك مركا قلبك أقول حكوشة وانا أقول أرى تكو بغار معنيه ذو ما أحوية محايل وحاد عكر تقلبك أقول هدوس التوسنين وحن إنو وانا كوتصه وقال مركا ساو أرى التوية مركا اسويديه هذه بالنفط هذا ويدي بالي نبي مركز أصي فسروا يري البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب سمفل مرتا ووحى قلب جاو ونفط هذا كحسي شعو قلب جاو وكدجو وكحسيره أيا اللي يره داوية والإثم الذنب هنا ما حك في النفس نفط وحى الشك الجلي يكون نقض ويان وتردد في صدري قلب صدري وانحبط كالوجيه وقلب كالوجيه داوية صدرك هذا يحبط كهذا وقلوب تهذنا كل نقضاء شكك وقبيره مسحبة محرامبة محلالبة مركزه كلا حال ربا مركز وحاسه كلا أدرك تشيغا محلالبة محرامبة مركز شكسه حديثك أسوامر نوكلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بار وحي شكك قلي كتك وحي شكك قلي ننأد حيالي حديثي كلا تنعماني بالمشير هرع ونصومرني الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس حال ربا ما هذه حلال شاس حلال لماذا تدورها تكون دخل حرام تحرام لماذا مركا أرتنا كل دخل ما أرتكتك هذا متشابه تهينا فراه كقاب مشتبهات أي تهينا كتك وما أرتها ودواني سدى سال ربا قفكو أو برا أبي سأكون إليه وتاويا مركا أرنتا مركا ونبي عليه الصلاة والسلام البر وحوي مضمأنة إليه النفس واضمأنة إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر هذا الكاس يعني وحويان وحوتس معنيس وحوي قلب جاجا وحي أو كدق أو خير أو وناج أما حلال إنه قفك الله ته والربا وحي قلبي قاقو أو كسو بوضو أو إثمي إي حرام أهنا إنو قفو كتاقو ولذلك وحويان أرنتاس وحي تسيس أسيب ابن رجب
رحمة الله عليه وكفى سره وحليه. وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق. أرنتان حديث كان حطو سنية إن إلهي أدوم ذيس أو كأبوري فطرة وقال لقيب مركو وذيهورة حق إني قرتان وسكون إليه وقبوله إني حق أصو حسلانه أي أقبلان إنه ربه وأبوري. وركز في الطباع محبة ذلك حق إني جعلا ذانا قلبي قوذيب أو كسوغ إلهي سبحانه وتعالى وحكرا كسوغ والنفور عن ضده إيه إني مارتي كعرران وحي أن مارتي حق وناقي أحين إني كعرران أيوب ربك أبوري حيال مركي فروا الدوامة مركي الأبوري أيوب مستقيمين أبو ربي أبوري. سيد حديثك إمام مسلم في صحيحه كسوغنا حديثه عياد بن حمار رضي الله عنه صحابي جاسم أو نبي الكوريين نبي قلنا الله أكوريين وحديث القدس قاها محو نبي ويري الله حويري بويري الله فقال الله إني خلقت عبادي حرفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم أدوى ماذا يدوى حن أبوري أيها حنفاء أغطوصن ومستقيمين وموحدين أغطوصن في درجة سنكو أبوري لكن فجاءتهم الشياطين شاهدين تيبا أتمي مكاسي فاجتالتهم عن دينهم دين تودي بكوري جيني كل حيين مركي كل حيين شيطان كي وكل حيين شيطان الجن وشيطان الإنس وفترة دي كل حيين وحرمت عليهم ما أحررت له وحي أني أنو حلالي أي شيطان كي كحرني مبولي مركي سيدا درتي من رجب حولي رحمة الله عليه. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. وحيث سيسا حديث ثاني إن حق إيه باطل كقفك مسلم كأه مؤمن كأه بصير كأه حق الرادني إنه سكشك قليني وحي حقنا حقنا ما هو أركيه وحي باطلنا أو باطلنا ما هو أركيه بل يعرف الحق بالنور الذي عليه وحو حقي كقرنيا نوركي أو كدر سقنايا إيمانكي أي كقرنيا مركزه فيقبله وأقبليا وينفر عن الباطل باطل كان وكعر فينكره ولا يعرفه وانا إنكره من يقان هو أو كتقابوليه وين مركا أرنتاس يعني وحويان في ترضاس إله سبحانه وتعالى أوسيه وذاتك مؤمنين تاوي وحقوق تمور نبوي وإن أفتاك الناس وأفتوك تأكيد وين مركا أرنتا وإن أفتاك الناس وذاتك هبكو جوابين وأفتوك هبكو جوابين معناه هو إسك شيء مؤكد للحجرين هكو جوابين هكو جوابين هكو جوابين يروك له أي لم يتهي ويا هبكو جوابين دتكو أو مركا من باب التأكيد بالي رهذا مركا مرة بعد مرة هبكو جوابين وهكو يرهذين وحوي إنه ليس بإثم وحن ذنب معها هبكو دهاني مر به هذه شك قلبي قال وقال ونفتاد كو حسين ويد كتب سكتك مارت عدة دونتو هكو تراهضو مارت وحق قاضي وإثم ما أهبك الله أنا دير رباني كتقبال لي حديث كاسم الحيور. قال الشيخ رحمه الله حديث حسن وهي رويناه وانورنا في مسندي الإمامين لبدا إمام أحمد بن حنبل إمام الدارمي بسند كاس حسن كا أين كسو صارين وهي. الحديث 28 عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 28 حديث كي سديد يلباتنا مروين عن العرباض بن سارية. عرباض بن سارية صحابي قال لي رهض أيال لقوري رضي الله عنه إله كراد النغضي قال إنه يري وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كينان وعدي موعدة وانو أيون وعدي وعدي قاسو وجلت أي عبستي منها موعدة ذاس حقي ذي وعدي قاسي القلوب الله به أي عبصدين قلوبه أي عبصدين آد عبصدنا هو أبوري ألك عبصدنا هو أبوري وي. وذرفت أي الميسي منها موعدة ذاس أجل قيدنا
العيون إن بهن أي الميان إلا نكتمد وآي إلا مارتو سيدنا لا وعدين أي إلا أي نقص وضادته وعد النوع سؤال بليغ وآه وحال دارب النبي قلنا وعدين فقلنا مركزا وحانري يا رسول الله رسولك الله كأنها وحبد مدابة وعد قال أبد وعدين أيسو موعدة مودع مدنا سقوتنا مدت سقوتنا يا أوكره وعد يساد مدة وذلك نفارق يا نقدت جي إن اتحاد مدة ما هذا عارم كسر أيهاي فأوصينا ناطر دار فردار النسيم حب لعكرت إن أي مارتي مد إن ناطر دار مساب الأركاي بل مارت ناطر دار إنه وصي النسيم قال مركز النبي وحيري أوصيكم وحنين در دار مايا بتقوى الله الله كعبسي عبسي الله إذين در دار وحنكروا إذين در دار مايا والسمع مقلد أو ملحني نمركي هضليان هذا الكودي آد دقي ستان والطاعة إي أطيعده وحي إذن فران حديث المعصي إلهي أهين إن القادتان وإن تأمر عليكم ملحبا هيدين نقضى عبد أدون هيدين ملحبا هيدين نقضى دون مد مملوك أولا ليان أو أدونه أن حر أهين ملحبا هيدين نقضى وإنه إن الأمر والشأنية أرنكو إحالكم وحوي من يعش قفكي نولاده ومنكم إذنك إذن كم إذا أصحابتي إيه بعد أني قداشي إذا قفك النول مكان أني قد تقدر لذين تذكين النول وإقلتم بين دونا فسيرا وحو أركد دونا قفكاسي اختلافا كثيرا خلاف آد أتربلا وأمد إذا أيس خلافته أيو أركد دونا مركا خلافك أركتان أمد إذا أكلا تكتين وعذر ويخلاف داودا إذن سين بوليه النبي داودي بوسيه عذر كامركا أركتان وحاوقد دوابيسان فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعليكم لازمة وفي وحال هذا يعني اسم فعل أمر بالله عليكم بمعنى إلزموا أبا يروك للمتا فعليكم فالزموا لازمة بسنة سنة الذي قبصده كله وسنة الخلفاء خلفاء خليفياشي أنا إقدم بي أي الراشدين أهل سنة المهديين أهل سنة كواس سنة ذي طريقة ذي قبصنا كلها عضوا قنينة عليها يعني سنة ذاس وسنة ذي أهي سنة الخلفاء الراشدين بالنواجد قوس دنبيد يدكو قنينة قوسها كو قنينة كو قبصنا ذي وإياكم ولدر دار كبو ذا نبي وإياكم اسك إلالية يعني وإذين دقيوي إذين كأي وحن أكل الدقية ومحدثات الأمور الرماع قال الله قد كيانو وحن دين كأحين الدك الدين الله قد بقاهي إيا إذين كان إذين كلا الدقية محايا يلي فإن كل بدعة شيء كستقو بدعاءه قدال كي مادو ضلالة بادوي وضلالوي مركز كإلالي وإذين كلا الدقية هو دوانين ويا كنتكتونا لبدعة رواه أبو داود أبو داود با وحوريه والترمذي لبضبا سنن كوذي كوريه وقال الترمذي وحويري إمام الترمذي وحويري حديث حسن صحيح وحديث حسن وصحيح حويا قرأ صامرني ما معنى الحسن والباول وما هو صحيح معناها لبا الرواية لبا سنة البركة كوي ماذا وسنة ابنه حسن ياه سنة ابن صحيح ياه يسكد راوليه وحسن صحيح أما مركو كشكيه درجة الحسن أو جوغة أما صحيح حسن أو صحيح أو كلا سويري أي لم يتهيوية حديث كان مركا حديث عرباض بن سارية سيد أبو داود الترمذي يوسو سارين باوحا كلو سو ساري إمام أحمد إمام الدارمي ابن ماجة أي قبو سو ساري حديث كان سبحوت سينيا نبينا عليه الصلاة والسلام إنو صحابة دي سوى عدين جري موعدة الراتبة ذا ندا نهين إنو عدين جري سيد الجمعة وكلا إيه نبي ووعدين جري وعد راتب أبوها جمعة إيه عيدها إيه ووعدين جري لكن مدى أحين إن أو وعدي أي تسيسة حي الآن النبي ودتك صحابة وعد بذن بوعدين جري حي الإله سبحانه وتعالى كأمره يري في سورة النساء وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تذكي وعدي هذا البليغ أهنا كله نفتوذ كئراس هذا كله أمر كاسو النبي فيستي صلوات الله وسلامه عليه
لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل وعديه وعدي يسو جوكتم أو سنهين جوكتم مروا المبدفك وعدينه ما أين نهينه كان يتخولكم بالموعدة وأدهر دور جري وقتي وأكلف فقين جري وأكلف فقين جري سنة حديث صحيحان ككسوغن حديث أبي وائل وحوير أبو وائل باوحو ليهي عبد الله بن مسعود باوحونا وعدين جري ما ننكسلو خميسة ما ننكسلو خميسة ما عبد الله بن مسعود وعدين جري مركزانين وعدي يددك دقي سنة يكمدها أي وحويري يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كن يذي سيوي إنا نحب حديثك ونشتهيه حديث كان ونجعلنا هي آدبا واشتهينينا ولوددنا أنك تحدثنا كل يوم وحنا آدي جعنا الله ما نور بينا نوعدس هذا أسبوعي وحلمر وعديا ما نور بينا ضوغا لكتو أيان جعلا الله يبوير عبد الله مسعود مركز الله الضوير فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم يعني وحي قريبا إنا إذن وعديو مجربوا لي وحي قريبا إنا ما نور بينا وعديو وحي قريبا أوكليا أنا وحن دونين إنا إذن داليو إذن نوجيو ملك إنا إذن كرد ينوب أيان دي دنهي محايا لمركز حديث كان سوقا طويري إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول قال كان يتخولنا بالموعدة كراهة السآمة علينا نرجع نوحوها مد نو دوره وعدي ونو دور دوري جري أسوه كبقيه نو قد أنك أعلق نو كده أنه وعدي مركو حال الربا يعني سيدة سنوضو أيتها وعدي إنو مارتي تذكر الله دور دوره وقت يدا قار لقد نقسي وقت يدا قارنا أي مارت فسح أهلان دتكو أيال الربا مركو النبي هو وعدين جري لكن وعد جيسا وحكوس من جري ودور دور جري سيد عبد الله مسعود أولي هاي حديث كاسو كلاوية وحولي عباد بن سارية نبي قال وعدي صلوات الله وسلامه عليه وعد جاسن وحويان ووعد آد بلي قوار رواية كقارة وحكو جري وكم إذا وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة بليغة معناه من آد وحال در أي النبي قلنا وعديه وعدي قاسمرك وحويان يعني أما هالنقض من ترغيبة أو دتك خير كل جعليسيني أما من ترهيبة هو حمانت إذا باتذا إيه عليك دتك اللي قفوا جيني اللي قاعد يرينا يو أو اللي وعب سجلينا يو هالنقض أنت مو نقض كراويا مركز الصحابة وحير هذين وعدي وحولنا وعدي النبي قلوبتي اللبقة وإن بهنا لا الميل وجلت منها القلوب وجلت أي عبست منها من أجلها موعدة أصدرتيد القلوب أي لبغضه وذرفت أي الميس منها من أجلها العيون إن بهن أي الميل مركز محاني يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوسنا حد مدعنا الباء نسويتين إيسيه وفن السلوتين نقطقي إنا طيبة بالمودعي نوذر دار رسولك إلهي سلاس بيبه مركز هذا الكاس مرك إليهين يعني وحط صياه وعديان إن النبي موعد هذا آد وهذا راضي أي تصيصة شو سمرك يخرج وعدين جرين هنا وعدي وعديي بالغك هذا نيا وحكلا دعي كرتو أيقونا مرك وعدي جاس أي كيف فهمين صحابة رضوان الله عليهم نبي إنه وقت جيش لوي هاي أي كيف فهمين وحكلا دعي كرتو نبي عليه الصلاة والسلام إنه تعريض سمائي أوصر بابي وقت جيس أجيشيس إنا لو ذهي سيدا مركي حجة الوداع بأو جوغي حجك أنبي حجيي خد ماذي يسي كجرتي أو وداتك كلها اللي أو عبدهي وكيري لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ما أقلوا يري إنا سنة كان وحي كدما إنا إذن لك كل مدانو أنا ما أقلوا لعلي إنا إذن لك كل مبادع كرتبوي وفعلا سيدي بين نغطي مركو أنبي سنة كان عام حجة الوداع أو عديي أو دفك سنة أولى سوى حجيين أنت سنتك كلا لقارن يعني أيامك بعد بقى حال إذا هذا مكو سوى حجيك بعدي نبي إلى سديت مع الموت بابن ولا بيدها صلوات الله وسلامه عليه مركا تان إنا كفهمين والأركا سلا درت بي حين وحكوية لهذه نوضر دارنا نبي عليه الصلاة والسلام در دار كيس الله وشيء وكب الله تقوى الله عز وجل إيا السمع والطاعة لبالب وحكو جروب تقول إلهي إيه أسمع وطاعة وحكسوا خير الدنيا والآخرة الدنيا آخرة ونقول كسوا
تقوى إلهي أو أه امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وحو ربي أمري وللي ما دو وحو إلهي كارب وكهرته تقوى وطاسه وحكو سوغل سعادة الآخرة تقوى إلهي جنة لوهلا جنة أي إلهي كبسين سبحانه وتعالى تاسه وكو سوغنته السمع والطاعة عمرك الإله لنا مدحنا ذاتك مدحنا إلا أطيعه ووحان معروف وحان منكر أهين لقو أطيعنا وحكو سوغل يعني سعادته في الدنيا أدونك سعادة ذيسي بدلالة ذيسي أيها كسوغل مركي ملاحظوا أي يعني ددونا سنيهين وركو إذن الله أقبله وحكو سوغل ليبانت الدنيا أي آخر أدونك بو هليا أدونك بو ليبان قفكا سهليا ويا محيالي يعني ماركتي سيدة ابن أبي الشيبة في المصنف أو كورنا أيه في مصنفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو كورنا أيه علي بن أبي طالب يري إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر يعني دفكم مرن أو مسو بضو فوضى إن إسكن نغضان وإسن مضح لحين وحصور قلم معها إن فوضى إسكن نغضان معها إمام الآن دفكم مسو بضو مضح لآن أما مضح لاسي نباري حن نغضو ونأكسن أما مت فاجر بحن نغضو هذا حتى فاجر يهي فدو فاجر يهي بويري وحوى قفك مؤمن كربي سوء عابدية لأن أمني استقامتي ملك حسنوني معيشتي موقفك إلهي تحني سكوع عبدي وراك بوهيستا أمام بوهيستا ربي سكوع عبدي حمانتي سنة أسرع إلهي كل حسب طمي أنك ملاحظة لي مدوية مركاسو نبي السمع والطاعة مركو أمري ودوكت هي حديثة السمع والطاعة كسو أرورتو هذا أترى بذنتا مركاسا لليهي حتى الضوء مملوك لليهي مرحا يذين نغضو من الحر أحين ولا ليه ما راح يدين لقد حضوا دونه وحوى وإن أطيع الله وتقدم بيسورك سمق الشام وإن تأمر عليكم عبد أضم بما راح يدين نقضوية أنت اسمح الله إلى لنا يا وحدة ذاتك مسلمين تي وذجكوا حيا لمركي إنك ما راح ذا لوقعه لا ضرره يعني حتى هذا جائر يعني فتنا ذكر تب ما يسوع إيه فسادك كذا لنا يو إيه أسيب فساد كيسة وحبذا فتنة كذا لنا يسوي فسادك مرك أسجل الله رد قال الله مكذا لنا يوم أي كذا بذن وين مرك سيدا درتيد هذا مسلم يهي لما هو أقرب إنه جو كعو ولا لا دره محايا الحديث إمام البخاري في صحيح كسرن نبي جن عليه الصلاة والسلام حديث أنس وحولية اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يعني وحولية مقل ورك ملحظة أطيع وركم مدح ذا إذا وحي إذا أمران أطيع هديس المعصية هيوي مدح ذا إذا النقض يعني الدون أولي حبشي أهو مدح يساعد موده تنتي سؤي تاي زبيبا بل كان زبيب كليا تنتي سؤي جرير تايبا مدح إذا النقض أقبل أبو لي رواية الإمام مسلم وحديث أبي ذرنا وصدق كالوحوي لأبو ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني صاحب كي النبي الله محمد وحوي دردارمي إن المرحلة مقلؤون أطيعه ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني هذا النقض الدون حبشي أهو مرققو أنبه هذا النقض الدون ربيه إن أطيعه أيا لي أمري بوليه سلاسو إمارة إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسو أمري بوليه إلهي القرآن كون لقو أمري يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لي وإنه مسلم يا غفك منكم من المسلمين حضوا معسكوا فرميا ميا محاير النبي وحويري إنما الطاعة في المعروف ونا قال لقو أطاعة لكن معسي إلهي علمكم أقبليس إن لقو أطاعة ما أهوية أدونك أرنتاس وأدوني آخر يعني لبضى بسعادة ذي كجرته تقوى الله يا السمع والطاعة أي نبي قلنا أمري أدونك حتى صدى أقهرنا أدونك ولقو بدبال إنت اللي جوقه آخرنا إلهي تقوى ديسة وحال لغو هلية سببت هذا جنة إلهي بلغو قاراوية مركاسو النبي حوية لمركا إن أمدي سؤالك لتجي دونتو أيو نبي كهض لصلوات الله وسلامه عليه وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا كفاشي إذا قفك النول هذا اختلاف آدي آدو ترابدا أيو أرك دونه ومدي اسخلافته أي إيمان دونه مركا خلافك هروكي يعني مركيبة خلافك هروك أصبح بالله وذيك
نبي مركو إلهي أو صدي في عهد الصحابة مركي اللي جوغبا صحابة ذا وقت قيدي وحب الله وذي اختلافك لسكو خلافه حق أصول الدين دينك أصل كيس لسكو خلافه عقيدة ذيئة فروع ذي لسكو خلافه أقواشي أعماشي اعتقاداتك لسكو خلافه باب بلابتي مركي بخوارج نما ليرا صوابع الصحابة ذي انتين ولاين مركاسي الصحابة ذي قالي سيين مركاسي ذي قوذينا بنايستين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله دقالما وكاوية وحكو حسد الرافضك وليرا هذا وغلو آل بيتك كسمي أبو بكر يا عمر يا مارت عثمان يا عائشة يا مارت محل حفصة يا صحابة ذي انتو ذب ذنة لعنة ذي وعينة يا قاليسين يا والرافضين إلى شيعاء أي أيون صباحي وحكو حسد قولك القدرية اللي يرى هذا وقدرك إنكر في عهد الصحابة إلهي سبحانه وتعالى وحكوان كان دعي وعلم أمله ورمي ما صباحي وحاسب بالله إسلام شيء معتزلة جهمية بل ذنب بلابتي يعني جبرية محالي لهذا مرجئة بل ذنب بلابتي مركا سوضا بحينوية مركا سلاسي أسعت إلى قيامنا واسعني ووضر كيسان في عصرنا الحاضر هدى أن جوغنو مسلمين تخلافاتك لحظة التاقيني معتقداتك سيئوك للتكسيين وذو جيدا أفكارتي خواري تدداوته أفكارتي شيعة ضواء وتاقنتها رافضة ذي يعني جهمية ذي أفكارته ذي بالوتها وحدنا وحصوبحي حركات الإسلامية اللي يلاهض ومد مترتا لأرق مد والباب سلوكيات إيو وحيليهن دعو أقوريه منهج أخاصه كان كلا خلاف سن ومد مترباهي أسنجرين بل إذا سعيقنا يعني زمن كان وذا جوغو وحين كمتا من أعلام النبوة محايل النبي مركاسه شيقو يرنك أنا قدا شيء نولاده خلاف رب ذنبه أركي خلاف كاس النبي قوه شيقي إنا أمدي سسدح يتضبات قيبادوك لبحدهنت لكن كل قد واسح مئة ليل مية محايل الله حق أما سدح حق واسقرب سعوتان ما بجرتبه حق ويحك سهران هل حق أجره وحك سهران باطل إلهي بقرآن كؤرني فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون حق وحك سهران وباطل هل مدن بحقك ليه انت كرنا باطل لبية ضلالة ككلا على الباطل لكن متى سكليا حقا محيطة مركا أيدينا وأنا لا شيء وتن فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعد حديث كاس افتراق الأمة كهد لينا نبي وحيري هي الجماعة قرأت بدباديس وادتك جماعة المسلمين إلى ليه إن أعوى البقر روية وحكلوا يري رسولك عليه الصلاة والسلام رواية كلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي أنا أصحاب تيدة وحين كسو قنحي تذكر كسو قنحي الدين كبكتو وتاوي نبي وكما كافتو من ما أنا عليه كريم مدين معون رعيه وأصحابه صحابة السنة دي إلا قاتوه محايا الدين كان مركو إلهي نبي محمد كسو ديجيه تذكر صوقها هذي وقول جوقها وكسو قوريه نبي أصحاب النبي ويا رضوان الله عليه حديث كان ويجيه فعليكم بسنة نبي وكما قابسرين معوكو داري وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تذكر خلفاء الراشدين تا ومنهجك صحابة ذوي رضوان الله عليه دين مركب قفك شيقان ايو وينو النهجك صحابة ذوي سعبة حداد أرأت قف دين شيقان ايو وطريقة صحابة ذوي رضوان الله عليهم أنا كسعونين بدعو لي مذا أقوه تاسنا نبي وكدقي تاسنا وكدقي النبي عليه الصلاة والسلام وحوير مركب اختلافك وعذر ويئه فعليكم بسنتي أي فلزموا بسنتي سنة ذي اللازمة فالزموا سنتي سنة ذي اللازمة وسنة الخلفاء الراشدين ذلك يعني صحابة ذي الراشدين تخلفاء الراشدين أبو بكر إي عمر إي عثمان إي علي أي كمد أحايان أخر ريان صحابة ذي أيها سنة ذي طريقة ذي وحي الدين كدكتا كدين بكتا سنة سأل لي مركز نبي ونبسي أمرو يري ذلك عضوا عليها بالنواجد يعني عضوا عليها قنين سنة ذي وحدكو قنين تبين نواجد أي بالأضراسي قوسها كو قنين بها قوسين كو قبصد وكو لده قوية مالك معنى يدو حوية وحال إذا عبد عليها بالنواجد وكناية عن شدة التمسك بالسنة سنة النبي قبص الشيء إذا يعني حوجنت اللي حوجني أي كناية كتهيب علينا مالك أصل النبي وحيد بذعى أنه قد قوير وإياكم ومحدثات الأمور إذنك إيا وحال إذنك لديه وحق ذا الله قكير وحلوجه ذو الشؤون الرماحة قدارك إيمان دول إذنك لديك
أمور الدين كتعن قوي حيالي شؤون طلبي متهي شؤون كساب سن أدونك أو أدوني ذا كلية كساب سن أمور أدونك كساب سن أمور آخر كساب سن الدين كساب سن لبضع سلوك لقيمية تن أدونك وحنا ويالن كرت وحفي عنه ويالن كرا وح قدال كيما وحفي عنه ولا كيني كرا وحنا ولا كيني كرا لكن واحد دين كأنه كحرا معه وح لقى هذايا وأمور الدين وين دين كاس الرميسة وحي أه أو آنن وافق سنين سنة دي النبي أنا وافق سنين كاوي متكون النبي إنه قد دقي عليه الصلاة والسلام وبدعاء أهو حي الدين كان إلهي النبي محمد الله ما يستر صلوات الله وسلامه عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأبس أنا الله ما يستر الدين كني آية كسر يعني مركو النبي يعني إلهي أبصري آية دنبو سودكتي عند نبي الله محمد كدن بيي نبي الله محمد نبي كدن بيي لا وحي ودي ما هو ننجر أسوي كأكا سرعي كأكا وحي وكرة مالي نبي قالنا عليه الصلاة والسلام وحوي يعني ما طائر يطير بجناحيه إلا ويذكر لنا منه علم بصحابة يقرأ رضوان الله عليه شبر قربه إيسا قدو الله ما أننجر إلا النبي قال علم بأنه بشيء وح إلهي نوده ويهو مجره إلا النبي قال نوع عديه صلوات الله وسلامه عليه وح الله نقفه قال مجره إلا النبي قال نوع شيء قال نوع عديه مالك دين كان وعده ما يستريه هو ولذلك إمام مالك رحمة الله عليه وحوليه جري من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة قفك بدعة لي ماذا أو أرك بدعة سئني حسنتها ونكسنتها وحو ونكسن الدينك كمدهين أسقن توب بلا بوحفي عن إلتها قفك وحو شيكتي أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة نبي الله محمد إنه رسالة قريه خيانة أسمي نبي قفك خيانة كنته منه وقال سومه وكفرنا وقال لي موي قف نبي خيانة كنته مي يري نبي قا إذن كقرية وحان دين بيهي إذن مشاقل أنا إذن شيقي يبي لمتهي أنا إذن شيقي نبي قا إذن خياني أنا إذن شيقي يبي لمتهي مركاس ويري لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي سلا سوليه دينك ونور دميستري مركاس ويري فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا ما أنت النبي الله محمد إلهي أولها اليوم أكملت لكم دينكم وحن دين أهين مرك الدين كالرادة ما يستري وحن مالك دين أهين ما أنت الدين لقل ما ينبهر وهذا يعني يستحق أن يكتب بماء الذهب بل إلى هذا هذا إن ما ركتي قل ذهب لقره خد ذهب لقره أستهلوه هذا الأدق من بذنوية مرك نبي ونقدق صلوات الله وسلامه عليه وإياكم ومحدثات الأمور وهذا خطبة الحاجة مركو آخرنا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم محمد يجري وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة شر الأمور محدثاتها آل خذ مديس وقدق يجري مركو وحا بدعوين كأه إن ضدك اللي وقدق الله شاقاه ودين ويا سلاس درتد بمركو حويري فإن كل بدعة بدعكست كل قيد وضلالة ضلال وباذب ويا نبي قلنا مكر خالد كل بدعة لفظ كل باستعمال بدعة مركة لله بدعة حسنة أو دين أه مجرته هي بدعة سيئة وحلله بدعة كلها وسيئة حيث النبي قال لفظ كل باستعمال صلوات الله وسلامه عليه وحقول رابي أو كتقين مجره ولذلك ابن رجب الحنبلي كتاب كيسا مركو شرحه جامع العلوم والحكم وحوليه هاي فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلال أو يري من جوامع الكلم وحي كم التهي وحديث جوامع الكلم كليل هذا أي كم ديهاي وحوليه لا يخرج عنه شيء وحكبحا يمجره كل قاس شيء كبحا يمجره وهو أصل عظيم من أصول الدين وحويان وأنا أصل أو ماركتي وين أو دينة إسلام ككمد أصوشي سكمد هو يابو وهو شبيه بقوله حديث كيبو شابها أو يريه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كاسو كلو الشيء مركاسو صورد وحويري فكل من أحدث شيئا قف كستو قذال وحكك هنا ونسبه إلى الدين دين كان ونسبه يراه دينه كمد يراه ولم يكن له أصل من الدين
دين كلا أوسن أصل كله هين دين كلا وح أصله كله أين جرين أو يرجع إليه دين كأون قنيه شيء دين كأون قنيه أوسن كم إذا هين فهو ضلالة وباذ ويبون والدين بريء منه وسواء في ذلك وح أجرن تاسي حنقت مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطن مسائل معتقد كل إذا هذا مسائل الإيمان خبر نقطة دير تالس كو خلافة يدها كم من نقطة اعتقادية أو لا يمد وحي خلاف سنة اعتقد أهل السنة أعماش أهل السنة وح خلاف سنة أو لا يمادو قول أهل السنة وح خلاف سنة أو لا يمادو أرنتاس وحويان يعني وحي سوق لسا دين كرب بري بكيهي وأنا بدع ضلالة أهو أرنا يوي رواه أبو داود والترمذي باوريان أبو داود يترمذي بحديث كسوصاري وقال ترمذي باوحويري حديث حسن صحيح وحديث حسن وصحيح أهو يامبوير. الحديث 29 عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 29 حديث كي يعني السقال يا لباتنات مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أيال لقوريي. قال معاذ محويري قلت حاضر يا رسول الله، رسولك الله أخبرني إيقورا أو إيشيك بعمل عمل إيشيك شقو يدخلني إقلين أيو مركان لئي ماذا عمل كاسي ويبتيس أو كقلي الجنة، عمل كاسي يدخلنا الجنة جنة إقلين أيو ويباعدنا إقفقين أيو من النار نارتنا إقفقين أيو إيشيك. قال النبي وحيري لقد سألت واد ويديسي معاذو عن عظيم أرن وين باد ويديسي أرن آد وين باد ويديسي وإنه لكن سي أرنكي ليسير ومتسه لنوي على من يسره الله، إلهي قفك أفضي عليه أسوه أسهله وكفضي لك وشي وينه شيء مركز جنة كوكي عذاب كان كافو قيا وحوي تعبد الله ألا تعابدي لا تشركوا به شيئا. وحنا هلا وذا جن لا تشركوا وذا جن ميسن بمعنى هو وذا جن وي بالله ويعني خبر بمعنى الإنشابة بمعنى الأمر وحال إلا لا تشركوا بالله الله أشرك يري ميسن لما وذا جن يسن به الله شيئا وحبه هلا وذا جن وي وتقيم واد أوغي الصلاة صلاة دي واد أوغي وتؤتي زكاة زكاذين واد قذن وواد بحيني وتصوم رمضان بشر رمضان بات سومي وتحج البيت بيتك أو بيت الله الحرامنا وادحجي نيسا. ثم قال مركز النبي حكوية رسو هذا الكوصي وضو انت سوحوا واركانت اسلامك وتيرك وويناوي وحياليه النوافش اهابا هدنا كفريا الا ادلك مكو تسا على ابواب الخير خيرك ارديس مكو تسا معاذ وحوية رسولك الله اتسوي مركز سورة الصوم وصومك جنة صومك هرى الله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان كي واجبك اها كما كينا في لضاها سنة اهاوي الصوم صومك جنة قاشان وي أو نارت أيو قاشان كاقية وصدقة صدقتنا تطفئ وحي الدمسا الخطيئة قف كاذبي ترترتا كما يطفئ صدقه الدميو الماء بيه النار الدبك سي الدميا بيمركي دبل قشبة دبك ودما صدق سوكربا قف كاذين إلهي سبحانه وتعالى صدقتي أو قدمينا صدقتنا أنا ملك تتطوع أهيد وي وإلا تيز كذا أهيد وتؤتي زكاة أنا لوصو شيوان صومر نوي وصلاة الرجل نك قفك سلاديس الرجل من باب التغليب على هذا الرجل دمر كودون هنغض
صلاة الرجل قفك صلاة سنة من جوف الليل هلين نحدي سعلوشي سأوت كذو هلين مذوق أوت كذا هنا أيضا تطفئ الخطيئة وهي قفك بيتر ترعي سابا لوجيد ثم مركو انت النبي الشيغي وصلاة الليل كي أوتنا إلا صلاة دي فرد كايد وان الوصو الشيغي تي صلاة الليل كي سنة دي أحايد وهي ثم تلا النبي حو أخريي أيضا في سورة ألف لام ميم السجدة كجرتو أخريي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلى أيضا لا يلقى رأي أخري تتجافى ويفقاتا تتكي أهل خير كمؤمنين تي وصلاة الليل كخير كتكني جنوبهم لبنان لنعيض ذي أي عن المضاجع مكان جيف كوذي بكفقاتا فلاش كوذي كك عن مكاس إلهي عابدا يدعون ربهم خوفا وطمعا أيها الرب بري أيه وعابد أيه فجن إلهي كقبه يعني الجنة دي سي على كيسنا كعب سنة يوي إلى آيدا سي عمرو الليقار ثم قال مركاس النبي حويري ألا أخبرك مكوشيغا معاذو برأس الأمر أرنك مدحي سماشي مدح هو مكوشيغا وعموده تير كيسس مكوشيغا وذروة سنامه كرس كيس بار كيس ماشي وقسر ريسا هي مكوشيغا إيش أقول قلت وحان إلي بلا يا رسول الله إيش أقول رسولك إلهي يوي قال مركاس رسولك يري رأس الأمر أرنك مدحيس مدحيس وحوي الإسلام وتوحيدك أهر ريوي إسلام لمذي وعموده تير كيسنا يعني مدحيس وحوي وإسلام لمذي وعموده تير كنا وصلاة صلاة ديوي وذروة سنامه كرس كيس بار كيس ذروة السلام سنامك كرس كجيلة لذا جيلة اسمرك وحولي هاي بارك على وحل لذا كرس ككر كيسة تنبا كتال تنتاسا لوجد ذروة كر كسيسار باركاس كرس كل كيسة صارنا وماش بس الرئيسة والجهاد الجهاد في سبيل الله إلهي جد كيسة لقود قال لموه ثم قال مركاس النبي وحويري ألا أخبرك بملاك ذلك كله أرن كاسة نوح ملكية أرور صدا أو ملكية أو وحصل أن أتكون ملكين يسمكوش أقاويا قلت بلا يا رسول الله إيش أكبر رسولك إلهي فأخذ بلسانه نبي مركاس عرب كيسة قبطي عرب كيسة انت سوبح شوك عندي سكو قبطي قال مركز الرسول كويري كف عليك هذا مت كان دفك كعري رب كجوج عرب كاغا يعني وحانا إلهي رضيه سأحين هكو حضلي قلت مركز وحا إرويري يا نبي الله نبي الله وإنا أنقل لمؤاخذون ميان كوال لوقبا ميان نحي بما نتكلم به وحان كو حضلي إنه ميان لوقبا إنه لكو عقابي بري ما وحان كو حضلنا لوقبا إنه قال مركز وحكويري فكلتك أمك هو يدا هقبل أنت يعني باب الدعاء يعني ما هن حبار ما وهذا اللهجة عادية وضفك مارت الغلا حلوه هو يدا هقبل أنت أوكلوه معادو وهل يكب الناس دتك مضح مقردا في النار النارتي مكفرية على وجوههم وجيده ذا وجوج النار تدتك مقردا أو على مناخيرهم أما سنسن سنكودي مقردا إلا حسائد ألسنتهم عرب يدد وحي قرطان موية موحكا لوجي وجي إيا مضح إيا سنسن أقرده موحكا لأقرده وي ما يوي وحي عرب كهذا أو قرطه أو شقي ستيده وكسمته أو حمانه كاهم باسببته إذا ياد ناركو قلي ويان مضح لقو قطوري سنك إي وجي لقو خر مرنا يأبي رواه الترمذي باوريي وقال حديث حسن صحيح حديث كامرك وحديث وين وي محايل اللي قد سألت عن عظيم بوين جنة إلهي قول له له عذاب كان اللي قفه يقفه شيء سهلا معه وشيء أدوين وي شقب ذا أباهم وي محايل إلهي قرآنك كليه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفك عذابك انت اللي قفه جنة إلهي اللي سياي قفك سواء قول يستوي فوز بوه يليوي لكن أرنك وفدود يوير النبي عليه الصلاة والسلام عد إلهي أو يسره وأصفد الضحيك كماعتك ويا وسهلنتها ويا لبك معها وحين لم يتها أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قف إلهي أفض ذيني وأسهلنتها كي كرنا إلهي وكعس لينا يا ويا مركا دفك أهل سعادة أه إلهي وأفض ذي دفك أهل شقاوذن إلهي وكعتك يا ويا وحو النبي مركا عمري وحي جنة قلنا وحوية وإسلام نمالي أركان إسلامك شهادتين كاللوهر مريي شرك إنو كفق هذا صلاة دي أوغ الزكاة اللي ماذا صعنك حجك أولي ماذا ثم النوافشي بقى الله فري محايا لأدونكم
مر على مركو فرض كمركو قلته سنظنا أولي ما يدو الله وحيالها وجعله كمتا أي كمتا سيدة حديثة المامة يسويها كبعدنا مركاسو نوافشي وحوكشيغي صونك إنو صونك سنظا إنو يها نارت إلهي وكقفو غيره يغفك صدقاتنا صدقة السر إن أي تهي صدقة السر الله بحياه إن أي مارتي الله عرضي سأي دميسو تففك هذا إلهي كو دافي حديث بدنة المامة يساجر صلاة الليل كأوقفك وانت سوكعه إلهي أو عابده أو ركعات أو تكذنا إذن أجرب إلى ذا ودكتين فإذا ذا إلى ذا هو تاسنا وحوشاقي كبعد الإسلام النمذي إيه وحوشاقي صلاة إن الحكم وينتهي وحوشاقي جهات في سبيل الله إن أفضل أعماش كو فضل بدن أيهين هذا أدقى الله ما يلي تكون كلمة الله هي العليا كلمة دا الله كلي إن كر نغطه لكن الدنيا إيه مارتي مصالح كلا إن هذا أدقى الله مين وين مركزه وحوي أرمها صوت ما وحكل صدي وحوي عرب كاجينا دفك إلى شتو محايا لي عرب كا وحوي يعني قفك هلاك بدن أي سببا حديث عرب كسب سنة هراء صامرني وحوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حديث لا سكمل هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله عليه وسلم.